أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أكد مجلس محافظة بغداد أن مشروع مترو بغداد لن يرى النور بسبب السياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات السابقة. وقال عضو المجلس غالب الزاملي أن تصاميم المشروع بلغت تكلفتها أكثر من 42 مليون دولار وهي غير قابلة للتطبيق، قائلا أن بغداد تدفع الثمن في مجال النقل نتيجة السياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات السابقة. ولفت الزاملي إلى أن مشروع مترو بغداد تم الاتفاق عليه مع شركة ألستوم ترانسبورت الفرنسية، لكن تنفيذه يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مشيرا إلى عدم وجود أرضية مناسبة له جعلت المشروع يولد ميتا. هذا وأظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاضا في مبيعات العملة الأجنبية قيمته 9.82 مليون دولار في مزاد اليوم. ووفقا للبنك المركزي بلغت المبيعات 168.45 مليون دولار بانخفاض ملحوظ مقارنة بمبيعات مزاد أمس والبالغة 178.27 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغ 167.85 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 600 ألف دولار. أعلن البنك المركزي في العراق ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية من 40 مليار دولار أمريكي إلى 62 مليار دولار. وقال البنك أنه نجح في ضبط مستوى التضخم والحفاظ على الأسعار بالحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي وغلق الفجوة بين السعر الرسمي للعملة الأجنبية وسعر السوق. وأضاف البنك أنه تم التنسيق مع وزارة المالية في إدارة الدين العام لدعم الموازنة وتمويل العجز خلال الأزمة المالية التي مر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط. هذا وأعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، أعلن ارتفاع الودائع الحكومية والخاصة في المصارف التجارية العامة داخل العراق إلى 76.89 تريليون دينار خلال العام 2018. وأرجع طارق ارتفاع الودائع في المصارف التجارية إلى إجراءات البنك المركزي العراقي في دعم القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص. وأضاف أن ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية بلغت 27.36 تريليون دينار، بينما ودائع الحكومة بلغت 22.27 تريليون دينار، إضافة إلى ودائع قطاع المؤسسات العامة البالغة 27.26 تريليون دينار. هذا وأعلن محافظ واسط محمد المياحي أن عمليات تسويق الحنطة في المحافظة انطلقت رسميا اليوم. وتوقع المياحي أن يتجاوز إنتاج المحافظة هذا العام 1 مليون طن، وهو ما يشكل ما نسبته إلى 25% من إجمالي إنتاج العراق للموسم الزراعي. وأضاف المياحي أن المحافظة وفرت 8 مراكز لاستلام المحصول توزعت على امتداد للرقعة الجغرافية للمحافظة. ولفت المحافظ إلى تعويض المزارعين الذين أتلفت الأمطار بالأحرى أو السيول محاصيلهم. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.